لا تستغربي سمية خانم اني انا جيت الصبح والشباب مو هون، بس انا بصراحة تقصدت هالشي، حبيت شوفك لحالك لأحكي لك كل القصة. انا اول ما جيت على الحارة كنت جاي اتمم موضوع اتفقت عليه انا ومعلمي ابو عدنان، بس لما ما لقيته قلت لحالي يا ولد اجله شوي، ومن يوم ما اجلت القصة عم تجيني إشارات من معلمي أبو عدنان، وأنا ما بقدر أرفض له إشارة. حتى امبارح بالليل، ولا تسأليني شلون، الله يخليكي، أجتني إشارة منه. قمت توضيت وصليت الصبح واستخرت ربي، وربنا سبحانه وتعالى ألهمني إني حط الموضوع بين إيديكي وآخذ رأيك وأتركك أنت تقرري. لما كنت أنا ومعلمي أبو عدنان كان دائما يحكي لي عن بنته وداد، ويقول لي قديش بحبها وقديش بخاف عليها وحابب يأمن عليها. وداد؟ إيه وداد. وأنا خطبتها من معلمي أبو عدنان وقرينا فاتحتها. لما أجيت لهون كنت جاي بناء على طلبه لحتى نتمم الجوازة، بس ما لقيناه وصار اللي صار. شوفي سمية خانو، أنا هلأ رح أترك الموضوع بين إيديكي، استخيري وشاوري، ولا تجاوبيني هلأ، لا تجاوبيني نهائياً، فكري بالموضوع وخذي وقتك. بس بحب أكد لك إنه أنا بتشرف فيكم، والله وبتكبر رقبتي للسما إذا صاحبتكم. عن إذنك. يلا يلا. القهوة نوري بيك. إن شاء الله بنشربها بنفسك. شوفي أمي، شو بده نوري بيك؟ شو بك أمي؟ جيبي لي السجاد اتصلها.